هنحل دلوقتي problem 5.5 اللي هي في page 196. المسألة دي فيها غلطة في الكتاب، إن أنت عندك جير سي وجير دي مش مكتوب عليهم سي ودي هنا صح يعني. فأنا عندي الترتيب هيبقى A B C D زي ما هم موجودين هنا في الرسمة، لأن الرسمة فيها غلطة في الكتاب. قال إن جير A is given an angular velocity أوميجا بتساوي 10 تي سكوير بلس 2 راديان بير سكند. فكده الأوميجا متغيرة، طالما الأوميجا متغيرة يبقى هعمل تفاضل وتكامل على حسب بقى أنا عاوز إيه. عاوز المسألة احسب عند التي بتساوي 5، فكده أنا هعوض عند التي بتساوي 5. طالب مننا الأنجلر فلوستي والأنجلر أكسلريشن لجير بي ولجير دي. هو عادة بيطلب بتاع الدي بس على أساس إن أنا كده كده مضطر أعدي على بي، بس هنا مقسمها فإحنا كده كده هنحل، هنوصل لغاية دي وهنعدي على البي، لازم هنعدي على البي. فهو أنا عندي A و B دول different axes، فالعلاقة ما بينهم بتبقى R أوميجا R أوميجا و R ألفا R ألفا و R سيتا R سيتا، إنما B و C same axes، يبقى العلاقة هتبقى أوميجا هي الأوميجا والألفا هي الألفا وسيتا هي السيتا. طب و C و D رجعنا تاني برضو إن هما tangent، بقى R أوميجا بتساوي R أوميجا و R ألفا بتساوي R ألفا و R سيتا بتساوي R سيتا. طبعا هم يدينا ال radius RA ب 0.2 RB ب 0.5 RC ب 0.3 و RD ب 0.8. هنشوف بقى الحل بتاع المسألة هيمشي ازاي. في الأول احنا هنشتغل على الأوميجا اللي هي عندنا. احنا عندنا الأوميجا، هنعوض في المعادلة بتاعت الأوميجا 10 تي سكوير بلس 2، هنعوض فيها بال تي بتساوي 5، فكده حسبنا الأوميجا A. بعد كده هننقل بقى من A to B. A to B زي ما احنا قلنا different axes، فطالما different axes يبقى R أوميجا بتساوي R أوميجا وال R ألفا بتساوي R ألفا وال R سيتا بتساوي R سيتا، بس أنا عندي هنا أوميجا يبقى R أوميجا بتساوي R أوميجا. تمام. ال ار اي عندنا الاوميجا حسبناها، بعد كده ال ار بي عندنا، كده نقدر نحسب الاوميجا بي، يبقى ادي الاوميجا بي. طب بي وسي نفس عمود الدوران نفس الاكسس، يبقى نفس الاوميجا ونفس الالفا ونفس السيتا، بس هنا ما عنديش غير اوميجا خلاص، يبقى الاوميجا بتساوي 100.8 راديان بير سكند. بعد كده هنروح للسي والدي. السي والدي ديفرنت اكسس، فيبقى ار سي اوميجا سي بتساوي ار دي اوميجا دي. عندنا ال R C وعندنا ال Omega C حسبناها، وال R D موجودة given، يبقى كده نقدر نحسب الايه ال Omega دي. فال Omega دي طلعت ب 37.8. فبالنسبة لموضوع ال Omega ما كانش فيه مشكلة، غير ان انا بنقل بس الحركة وبشوف هي relation هي same axis يا different axis. طب بالنسبة لل relation بقى، بالنسبة لل acceleration الموضوع مختلف شوية، ان انا هنا ال acceleration عشان اجيب ال acceleration اصلا انا عندي سيتا واوميجا والفا، فهنا انا عندي الفا سوري انا عندي اوميجا، فعاوز اجيب الفا، يبقى انا كده هعمل ايه؟ هنزل كده. طالما هينزل يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل ديفرنشيشن، هنعمل تفاضل. فهنفاضل الريليشن اللي كانت عندنا اللي كانت موجوده في المساله في الاول خالص، اللي هي 10 تي سكوير بلس 2، هنعملها تفاضل، فالتفاضل بتاعها يبقى 20 تي بس، ونعوض عند التي بتساوي 5، يبقى كده جبنا الالفا عند الاي. هنعمل فيها زي ما عملنا في المساله اللي فاتت، في الجزء اللي فات، ان برضو هنقول اي والبي دول ديفرنت اكسس، يبقى ار الفا بتساوي ار الفا، يبقى كده طبعا هعوض بالار، انا عندي الار وعندي الالفا بتاعت الاي، وهعوض بالار بتاعت البي، يبقى كده حسبت الالفا بتاعت البي. بعد كده البي والسي دول سيم اكسس، طالما سيم اكسس يبقى الالفا هي الالفا، يبقى نفس الفاليو اللي هي 40. بعد كده سي والدي ديفرنت اكسس،
فطالما different axis يبقى RC alpha C بتساوي RD alpha D. برضو هنعوض بال RD وال RC وال alpha C، يبقى كده نقدر نحسب الايه؟ ال alpha D. بس كده المسألة خلصت.